جواد الشامي المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحه بالمغرب. الحمد لله اليوم تم الافتتاح ديال الدوره 15 من بعد غياب ديال 4 سنوات وثلاث دورات، والنتيجه اللي ممكننا اللي حصلنا لها في هذا اليوم الافتتاح هو بان يعني كل الشركاء اليوم هذا محمسين وجاو بحماس. بالنسبه للاروقه تم توزيع 1376 رواق على الجل العشر الاقطاب، وما بين البرامج المهمه اللي كانت عندنا هذا العام هي مع التعاونيات ديال المنتوج الفلاحي، حيث صادفنا اكثر من 550 تعاونيه اللي غتواكب ان شاء الله هذا، وهذا واحد الرقم غير سابق في الدوره هذا. ولاحظنا يعني ما هي الجوده اليوم ديال المنتوج ديال هاد التعاونيات. ولاحظنا ايضا في بعض الاقطاب بحال القطب الدولي، فين اليوم 68 دوله اللي واكبت هاد المشروع، منهم المملكه المتحده اللي هو ضيف الشرف ديال هاد الدوره، ومع من عندنا واحد البرنامج خلال هاد 6 ايام الجايه ان شاء الله ديال التوامات وديال توقيع اتفاقيات. هاد القطب الدولي كيبين بان اليوم الملتقى الدولي للمغرب ولا من اكبر ملتقيات على الصعيد الدولي، الفلاحيه على الصعيد الدولي، ومن خلال الكثره ديال الندوات وديال المحاضرات اللي مبرمجه من خلال هاد 6 ايام، يعني ممكننا نقولوا بان الملتقى ولا من اكبر واهم منابر بالنسبه لتداول الشؤون الفلاحيه. كاين جوج مناظرات اللي مبرمجه، وحده غدا ان شاء الله اللي غتجمع 800 خبير واللي غتهم السياده الغذائيه، واخرى نهار الخميس اللي غتجمع اكثر من 30 وزير افريقي واللي غيداولوا حول تقلبات المناخيه. دونك هذا الشيء كيبيننا بان يعني الحمد لله المستقبل ديال هذا المشروع تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله كيعطي للبلاد واحد الشرعيه باش نوليو نهضروا على الفلاحه المغربيه، الفلاحه الافريقيه، وايضا نداولوا على الفلاحه والشؤون الغذائيه على الصعيد العالمي. كنعطيكم ميعاد ان شاء الله من دابا 5 ايام باش غيبقى العدد ديال الزوار، وحنا متفائلين ان شاء الله باش مكناس والملتقى يستضيف يعني اكثر يعني عدد ديال الزوار. وحنا الحمد لله جد سعداء بالكيفيه باش دازت هذا الافتتاح ديال هذا النهار. وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.